غادي ناخذ خديجه من الدار البيضاء. الو 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 السلام عليكم لخديجه. نعم لالا لاباس عليك؟ الله يخليك على خير. مرحبا احبك الجنه. بارك الله فيك. شكرا لك بزاف لاله خديجه. ماشي مشكله حبيبي. لا اختك تفضل لاله خديجه. عندك شي اقتراح ولا شي طلب؟ كاين اختي حبيبه ديالي في حليوات كاينه لاله سناء. اييه اييه مرحبا لاباس عليك. الحمد لله لاله اختك. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله عليك. بارك الله على المستمعات اللي كيدوزوا. واحد التحيه كبيره لعائشه السعيدي وفاطمه من القنيطره ولاله بوتينه. شكرا. خدمه كبيره. بارك الله فيك. بارك الله عليكم كاملين. شكرا لك بزاف لاله خديجه. مرحبا. قلتي عندك حلويات ياك؟ هي حبيبه ديالي ان شاء الله. عندي واحد الحلوه ديال الفلي طارت ولا دوك الصغيورين. غنصاوبوا الباط بريزي هي الاولى. غناخذوا واحد 100 غرام ديال الدقيق، 200 غرام ديال الدقيق، و100 غرام ديال الزبده، واحد الصفر بيضه، واحد شي جوج معالق ديال السكر، ونجمعوا داك الشيء ولا ما تجمعش نزيد واحد شويه معلقه ديال الماء صغيره صافي ونحطوها. ايه خليوها ترتاح شويه. نوجدوا لك كريم اللي غيمشي فيها الداخل. هاد الكريم بالقرقع غناخذوا واحد 40 غرام ديال القرقع مطحون، و40 غرام ديال السكر كلاصي، و40 غرام ديال الزبده. كنخدموا كلش مزيان وكنزيدوا معلقه ديال الدقيق وبيضه، كنخلطوهم مزيان وكنجبدوا في العجينه ديالنا وكنفونسيوها في لي طارتو دوك صغيورين انا اختي. ايه هكذا وكنفونسيوها وكنكبوا هاد لاكريم هذا وكنشدوا واحد نص قرقعه وكنحطوها غير من الفوق. حتى كنكملوا كندخلوهم يطيبوا، كيطيبوا كيخرجوا كندهنوهم بالناطاج. وكنكون الفران مسخن مزيان وطفيناه. ونعاودوا ندخلوهم غير باش يفيكسا فيهم ديك لابغيونس ديالهم. ايه وكنخرجوهم بالصحه والراحه. فعلا لي طارتولات كيجيو ساهلين وزوينين في نفس الوقت. هادو كيجيو في بلاطوات كيجيو زوينين وبنان. غنعطيك واحد الحلوه ديال الشريحه. ايه واخا. كاين عندنا ربعه ديال اللوز مهرمش. و 250 غرام ديال الجنجلان محمر ومطحون. ايه و 200 وربعه ديال الشريحه. الشريحه كنشدو كنفوروها وكنقطعوها قطع صغيره. عندنا 250 غرام ديال اللوز مهرمش و 250 غرام ديال الجنجلان محمر ومطحون و 250 غرام ديال الشريحه مفوره ومقطعة قطع صغيره. كنخلطو هادشي. كنزيدو عليهم 3 معالق ديال العسل وواحد معلقه كبيره ديال السكر كلاصي. كنخلطو كلشي مزيان وكنصاوبو منهم قطبان دي بودا. وكنقطعوهم مائلين اللي كنساليو كنغطوهم في الشكلاط وكنخليهم تيبردو وكنقدموهم بالصحه والراحه. يعطيك الصحه. نعطيك واحد الغريبه الا كان. اي تفضلي. شكرا. تفضلي. غريبه ديال اش؟ غريبه ديال الجنجلان. واخا. واحد ربعه ديال الجنجلان وربع كاس ديال اتاي ديال الزيت. و 125 غرام ديال السنيده، واحد خماره، جوج بيضات، و 50 غرام ديال النخاله. ايه. وعندنا السكر كلاصي باش نفندو. واخا. ربعه ديال الجنجلان، ربع كاس ديال الزيت، 125 ديال السنيده، خميره، جوج بيضات، و 50 غرام ديال النخاله، والسكر باش نفندو. في واحد الجبانه ولا البول. كنخلطوا الجنجلان مطحون والسنيده والنخاله والخميره والزيت والبيض ونجمعوا كل شيء. كنحصلوا على واحد العجينه ديال كنديروا منها غريبات صغيرات غريبات. كندخلوهم تيطيبوا. منين كيطيبوا كنخرجوا كنفندوهم في السكر كلاصي. كندخلوهم غير واحد مده 10 دقائق. ايه وبالصحه وبالراحه. يعطيك الصحه. ولالا واحد السلام امانه. ايه مرحبا. الله يرضي. مرحبا. السلام امانه لالا من ام اسراء سناء الكيلاني. ايه بلغي ليها السلام ام اشراق. بلغي ليها السلام. شكرا لك بزاف. السلام الامانه اختي. بارك الله فيك. بارك الله عليك. علينا. بارك الله عليكم. بارك الله فيك. تحياتنا لك خديجه. مشكوره جدا على هذه الحلويات. الله يعطيك الصحه اللي قدمتيهم لنا. واكيد انا مستمعات ان شاء الله يكونوا سجلوا معنا هذه الاقتراحات.